لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإننا في هذه الأيام المباركة نستقبل العشر الأواخر من رمضان، وقد جعل الله عز وجل شهر رمضان منحة منه سبحانه وتعالى، جعله موسما يتزود فيه المسلمون من خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جعل الله عز وجل ذلك الشهر فيه من العبادات، يجب فيه من العبادات ما لا يجب في غيره، فيجب صيامه، ويستحب فيه ما لا يستحب في غيره، فينقلب قيام الليل في هذا الشهر إلى شعيرة من الشعائر التي يجتمع لها في المساجد وتصلى جماعة بفضل الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك مما رغب الله عز وجل فيه أن يضاف إلى هذا الصيام وإلى ذاك القيام، أنواع من الصدقة والبر وقراءة القرآن، ليكون هذا الشهر بفضل الله عز وجل مدرسة جامعة يتربى فيها المسلم ويتزود فيها المسلم من طاعة الله تبارك وتعالى. وهو شهر في العام فيناسب الهمم أن تتحفز له، فإنه لو بقي ذلك الفضل طوال العام لا كسل الناس عنه ولا شق عليهم أن يبالغوا في اجتهادهم طوال العام، فجعله الله عز وجل شهرا في السنة. وعبادة الله تبارك وتعالى هي وظيفة العمر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا يجوز لعبد أن ينفك عن عبادة ربه بحال من الأحوال، في أي لحظة من لحظاته، وفي أي حركة من حركاته، وفي أي سكنة من سكناته، ولكن هذه العبودية يكون لها مواسم تزداد فيها، وأبرزها ذلك الشهر. ثم إن من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد، ولأن النفوس قد تمل، ولأن النفس قد تتفلت على صاحبها، فقد جعل الله عز وجل خير هذا الشهر آخره ليبقى دائما الحافز موجودا، فيكون الحافز في أول الشهر هو البهجة التي يبتهج بها المؤمنون لدخول الشهر عليهم، وهو الشوق الذي كان يحركهم لانتظار الشهر حتى ينالوا حظهم مما فيه من رحمات ومما فيه من بركات. ثم إذا قاربت النفوس على الملل جعل الله عز وجل آخر الشهر فيه مزيد من الجوائز، مزيد من المشوقات، مزيد من المرغبات، من أن فيها فضل ليس للثلث الأول منه ولا للثلث الثاني منه، فجعل الله عز وجل الثلث الأخير من هذا الشهر، وجعل العشر الأواخر منه، جعلها هي أفضل ذلك الشهر، لكي يجتهد المؤمنون فينالوا حظهم من شهر كامل تربية وإقبالا على الله تبارك وتعالى ومبالغة في أداء العبادات، وإلا فالأصل في المسلم أنه يؤدي العبادات،
في جميع العام، ولكن يبالغ في هذه العبادات سواء ما كان منها واجبا في هذا الشهر دون غيره أو ما كان منها مستحبا في هذا الشهر دون غيره. ولذلك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراغب الأمة ويشوقهم في شهر رمضان، وكان إذا ما جاء رمضان وعظهم صلى الله عليه وسلم وبين لهم كيف أن الله عز وجل يرسل مناديا أن يا باغي الخير أقبل، ويرسل مناديا أن يا باغي الشر أقصر، فإنه صلى الله عليه وسلم أيضا كان إذا جاءت تلك العشر كان عنده ترغيب خاص لنفسه ولأصحابه ولأمته ولأزواجه حتى يغتنموا تلك العشر، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر قام الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئذر، أي أنه صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس لله وهو أعبد الناس لله، وهو الذي كان صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره يقوم من الليل حتى تتفتر قدماه، فيقال له في ذلك صلى الله عليه وسلم: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلك أن تتخيل حال النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى صفة تلك الحال من جده صلى الله عليه وسلم على مدار العام في طاعة ربه وفي قيام الليل وفي غيره وفي نصيحة الأمة وفي تعليمها، أنه يأتي رمضان فيبالغ في هذا، أنه كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان، هو أجود الناس بصفة عامة، ثم إذا جاء رمضان كان أجود الناس، هو يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، ثم إذا جاء رمضان كان مبالغا في ذلك القيام، ثم إذا جاء العشر الأواخر منه كان مبالغا عما كان الحال في العشر الأولى والثانية منه. فلك أن تتخيل مقدار المبالغة التي يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك العشر، هو في خاصة نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان يوقظ أهله لهذا القيام، فهو من المستحب بصفة عامة أن يوقظ الرجل زوجته للقيام، وأن توقظ الزوجة زوجها للقيام، وهذا يتأكد في رمضان ويتأكد في العشر الأواخر منه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد أكثر مما كان في غيره وشد المئزر، وهذا قد يكون تأكيد لمعنى الجد، فإن العرب قد تستعمل تلك الكناية عن الجد والاجتهاد بصفة عامة، فإن الذي يجد في عمله يحتاج إلى نوع من شد الثياب أو تشميرها أو نحو هذا، وقد يقال أنه شد المئذرة أي لم يفك عقدته، أي أن هذا كناية عن اعتزال النساء، وهذا إما أن يكون راجعا إلى الاعتكاف، فهذا فالمعتكف يجب يحرم عليه مباشرة النساء لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قد تناولنا هذا القول بالتفصيل في مرة سابقة، وأن المعنى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، ولكن المعتكف قد يحتاج إلى أن يذهب إلى بيته لإحضار طعام أو شراب أو لقضاء حاجة أو غير ذلك، وهذا مما لا بد للمعتكف منه. فإذا ذهب إلى البيت لم يكن ثمة من يحضر له طعاما أو شرابا، ولم يكن قد كان في وقتها أنه يلحق بالمساجد من الخلاء ودورات المياه ونحوها، وهي عموما خارج المسجد، ولكن قد تكون أيسر من العودة إلى البيت، على أي أن المعتكف قد يحتاج أن يذهب إلى بيته لبعض حاجته، فإذا ذهب فليستصحب أنه معتكف وأنه يأتي لحاجته فقط، ومن ثم فيحرم عليه مباشرة النساء. فهذا إذا كان في حق المعتكف فالأمر واضح من أنه لا يجوز للمعتكف أن يباشر النساء، وإذا لم يكن معتكفا فقد يكون أيضا إشارة إلى أن نعم
خفف الله عز وجل عن الأمة، وقد تقدم هذا أيضا، وجعل الليل كله محلا للطعام والشراب والشهوة رحمة منه وتخفيفا. وقال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وقد بينا فيما سبق أن من معاني ما كتب الله لكم ما كتب الله لكم من فضل شهر رمضان، وما كتب الله لكم من فضل العشر الأواخر منه، وما كتب الله لكم من فضل ليلة القدر، فهو مباح لمن احتاج، وإن كان الأولى لا سيما في هذه العشر أن يجاهد نفسه أن يجعلها وقفا على القيام وعلى قراءة القرآن، إما باعتكاف وانقطاع في المسجد، وإما بأنه حتى وإن لم يكن معتكفا ومنقطعا في مسجده فلينقطع في بيته إلى القيام وإلى قراءة القرآن، يلتمس تلك العشر الأواخر التي جعلها الله عز وجل هي خير ما في هذا الشهر، وجعل خيرها في ليلة مبهمة منها وهي ليلة القدر، التي قال الله عز وجل في شأنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة كانت ليلة فاضلة في عام نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدأ فيها نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ونزل فيها القرآن جملة إلى السماء الدنيا، ثم ابتدأ فيها نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله ومن فضله بهذه الأمة أن جعل تلك الليلة يعود فضلها. قد تقدم أن بعض الليالي قد تكون فاضلة في عامها كليلة الإسراء والمعراج، ولكن لا يعود فضلها عاما بعد عام، لذلك لا نجد أن هناك أمر بتحريها ولا بتخصيصها بعبادة ولا بغير ذلك، ولكن ليلة القدر جعل الله عز وجل فضلها يعود عاما بعد عام. ثم جعل الله عز وجل فضل ليلة القدر محفزا للاجتهاد في عشر ليال كاملة، فقدر الله عز وجل أن تلك الليلة تنتقل في العشر الأواخر من رمضان. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله يخلق ما يشاء ويختار، فجعل ليلة فاضلة في عام نزول القرآن، هذه هي ليلة القدر، ونزل فيها القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في كل عام من الأعوام يخص إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضان ليجعل فيها فضل ليلة القدر، لتتنزل فيها الملائكة أكثر مما تتنزل في غيرها، لتشهد الملائكة صلاة المصلين، ليكون فيها من الرحمة والمغفرة، ويكون فوق هذا كله ثواب قيامها وطاعاتها خير من ألف شهر. فهذا يختار الله عز وجل في عام ما أن تكون هي ليلة 21 من رمضان، في عام آخر تكون ليلة 23، في عام آخر تكون ليلة 27، وهذا إذا تتبعنا، هذا هو على الراجح من كلام أهل العلم، أننا إذا تتبعنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وقائع، من حيث الإجمال قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، فعلمنا أنها في العشر الأواخر. ثم وقعت وقائع أنه يأتي في مرة فيقول هذه ليلة القدر، يصبح في ليلة فيقول كانت هذه ليلة القدر، فوجدنا أن هذا حدث مرة في ليلة 27، وحدث مرة في ليلة 23، وحدث مرة في غير ذلك، فعلمنا يقينا أن تلك الليلة ليست ليلة ثابتة، وإنما هي تتنقل. حتى قال بعض أهل العلم أنها تتنقل في الشهر كله، فهذا هو القدر المقطوع به عنده، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال: إذن هي ليلة من ليالي رمضان. من أراد ليلة القدر، ومن أراد أن يلتمسها، ومن أراد أن يصيبها، فعليه أن يجتهد من أول ليلة إلى آخر ليلة.
وإن كان كما صح الحديث من رحمة الله بنا أنه حصرها في العشر الأواخر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، التمسوها في العشر الأواخر، وهي في الأوتار من العشر الأواخر أرجى، بمعنى أنها قد تأتي في ليلة شفعية، قد تأتي في ليلة زوجية. هي في الأصل لو أن الله تركها فقال هناك ليلة خير من ألف شهر في رمضان كله، كما تنتقل بين رمضان كله كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، لكان حريا بنا أن نجتهد لكي ندركها. ليلة خير من ألف شهر، ليلة واحدة، حتى إن كانت هي تدور بين 30 ليلة، ولكن الله من رحمته بنا أن جعلها تدور بين 10 ليالي، فمن أرادها ومن حرص عليها فعليه أن يتحرى هذه 10 كاملة بأوتارها وأشفاعها. نعم أن الليالي الوترية أرجى، ونعم أن أكثر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين ليلة ما في سنة من السنين أنه تكرر ليلة 27، وبالتالي كانت هذه أرجى الليالي، يليها ليلة 23 حدثت في أكثر من عام، أنه حددها صلى الله عليه وسلم في عامه الذي كان فيه أنها كانت ليلة 23. فلهذا الليالي الوترية أرجى، وأرجاها على الإطلاق ليلة 27 ثم ليلة 23 ثم باقي الليالي الوترية أرجاها. وهذا إنما يذكره أهل العلم لمن ضعف جدا عن تحري العشر الأواخر. قد يكون هناك من هو مريض ومن هو مسافر إلى غير ذلك، فإن أراد سيصلي 10 بهمته المعتادة، يصلي ساعة ساعتين أو نحو ذلك، ويريد لن يطيق أكثر من ليلة واحد يبالغ فيها في الاجتهاد. من كانت هذه حاله فنقول له أرجى الليالي ليلة 27، هي أرجى، قد تكون هي وقد لا تكون، ولكنها أرجى إن كنت ستقتصر على ليلة تخصها بمزيد اجتهاد عن غيرها فهي ليلة 27. إن شئت أن تضيف إليها ليلة أخرى تبالغ فيها أكثر من غيرها فليلة 23، فإنها إن نشطت همتك وعلت إلى 3 فلتكن 25، وإلا فالأوتار، وإلا فالأصل في تلك الجائزة العظيمة المبهمة في 10 ليالي أن تجتهد 10 كلها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فكان يجتهد ويحيي الليل ويوقظ أهله ويترك المباحات حتى ما أباحه الله قدر الإمكان يترك، بل ربما كان كثير من أهل العلم يكتفون في 10 الأواخر بوجبة واحدة، وهذا لا ينافي تعجيل الفطر، ربما كانوا يعجلون الفطر على تمرات أو على بعض الماء أو نحو هذا، ثم يجعلون وجبة واحدة تغنيهم عن الإفطار والسحور من فرط انشغالهم بالعبادة، فيختزلون وجبتي الصيام إلى وجبة واحدة، وهذا يدلك على مقدار الحرص. ومن أراد أن يفعل هذا كما ذكرنا لا بأس، يمكن أن يجمع بين هذا وبين سنة تعجيل الفطر بأن يعجل فطره على تمرات حدث بهذا الفطر، ثم الطعام المشبع يجعله وجبة واحدة في آخر الليل أو نحو ذلك، تجزئه عن إفطاره وسحوره. هذا لمن بالغ في جده واجتهاده التماسا لهذه الليلة المباركة. ثم يشرع كمزيد من الالتماس لها الاعتكاف، والاعتكاف من العبادات التي ليس فيها قدر واجب، وإنما هي دائرة بين الاستحباب وبين تأكد الاستحباب، فهي مستحبة في سائر العام، يمكن للإنسان أن يأتي يريد أن يبالغ في الاجتهاد في وقت، يريد أن يصفي قلبه، يريد أن ينقطع عن مشاغل الدنيا لبعض الوقت فيعتكف ليلة أو يوم وليلة أو كما ييسر الله عز وجل له،
فهذا الاعتكاف مشروع طوال العام، أن يلزم الإنسان نفسه المسجد بغرض العبادة فترة من الفترات، ويفضل أن تكون يوم وليلة لكي يصوم ويجمع بين الصوم والاعتكاف، لأن كثيرا من أهل العلم يقول أن الاعتكاف لابد فيه من صوم ويتأكد اعتكاف العشر الأواخر، أيضا طلبا لليلة القدر وطلبا لاستكمال التربية. رمضان يشرع فيه أو يجب فيه، هو الموطن الذي يجب فيه الصيام، والصيام ترك، الصيام قائم على الترك، أن تترك الشهوات، تترك الطعام والشراب والشهوة، مع أنها من آكد الغرائز المركبة في الإنسان ومن آكد الحاجات التي يحتاج لها الإنسان، فإذا تركها طاعة لله عز وجل ومراقبة لله عز وجل، فلو كان يستحضر معنى التربية سيكون بإذن الله أقدر على ترك المعاصي. ويحتاج فوق هذا إلى تروك أخرى، يحتاج أن يترك حب المال، فكان في رمضان زكاة واجبة وترغيب في الصدقة المستحب، والزكاة الواجبة بمناسبة رمضان هي زكاة الفطر، وهي آكد الزكوات من جهة أنها تجب على كل مسلم. زكاة المال تجب على من حاز أموالا بأوصاف معينة بنصاب معين، فيوجد من المسلمين من لا يكون عنده هذه الأموال ومن لا يحصل تلك الأنصبة فلا تجب عليه، لكن زكاة الفطر تجب على الجميع لمن يملك قوت يوم العيد وليلته، فكانت هي آكد من هذا الاعتبار وارتبطت بهذا الشهر لكي يكون في هذا الشهر بالإضافة إلى ترك الشهوات مجاهدة حب المال، أيضا يكون في هذا الشهر أيضا مجاهدة حب الخلطة. الناس فطروا على أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، يحب الخلطة، يحب أن يعاشر غيره ونحو ذلك، وهذا مما لا حرج فيه، إلا أن كثيرا من مخالطة الناس تجر إلى أنواع من الغيبة والنميمة، إلى أنواع من المداهنة، إلى أنواع من طلب رضا الناس بسخط الله، فيحتاج الإنسان أيضا أحيانا إلى فترة يقطع علائقه بالناس ولا يكون له علاقة إلا بالخالق، ليعيد شحذ همته من أن علاقته بالناس يجب ألا تكون على حساب علاقته بخالق الناس، وأنه لا يجوز أن يرضي الناس بسخط الله، فيأتي الاعتكاف ليكمل كل هذه المعاني، يكمل معاني التربوية في شهر رمضان فينضم إلى الصيام، ويكمل معنى التماس ليلة القدر، بحيث يكون الإنسان في مسجده لا يعني ينتقل ما بين صلاة إلى قراءة القرآن إلى ذكر إلى قيام إلى غير هذا، وهذا هو المقصود من الاعتكاف. أما أن الإنسان يأتي الاعتكاف فقط يقيم في المسجد وحاله كما لو كان في بيته، فهذا لم يستفد من الاعتكاف شيئا، وإنما الاعتكاف إقامة في المسجد لكي يفعل ما يفعل في المسجد، لكي يكون المسجد يفرض عليه أنه لا يكون إلا فيما يصلح في المساجد، باستثناء ما لابد له منه من نوم يسير أو من طعام أو من شراب، وفيما عدا هذا فهو يتنقل بين صلاة وذكر لله تبارك وتعالى، يشغل بها تلك العشر كاملة. ومن أراد السنة في هذا فعليه أن يعتكف العشر كاملة، العشر الأول من رمضان تبدأ من يوم واحد وتنتهي يوم عشر، العشر الثانية تبدأ من يوم 11 وتنتهي يوم 20، العشر الثالثة تبدأ من يوم 21 وتنتهي آخر الشهر، والليالي تسبق اليوم. يبقى إذن من يريد أن يعتكف العشر الليالي الأواخر يعتكف ابتداء من ليلة 21، ليلة 21 تبدأ بغروب شمس يوم 20، يوم 20
هو من العشر الوسطى من الشهر، وليلته سبقت عليه فانتهى بليلته. عندما ينتهي تغرب شمس يوم العشرين من رمضان يبدأ ليلة الواحد والعشرين، وهي الليلة الأولى من الليالي العشر الأخيرة، وهي ليلة وترية. وقد قدمنا أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر بصفة عامة، وهي في الليالي الوترية أرجى منها في غيرها. فإذا تبتدئ العشر الأواخر بليلة وترية، هي من ضمن الليالي التي يرجى أن تكون محلا لليلة القدر. فمن أراد أن يعتكف فيكون في مسجده الذي سيعتكف فيه عند غروب شمس يوم العشرين من رمضان، بحيث يكون مع بداية تلك الليلة متواجدا في مسجده، ثم لا يخرج إلا برؤية الهلال إن رؤي. يتراءى الناس الهلال في يوم التاسع والعشرين، فإن رأوه فيكون هكذا قد انقضى الشهر، فله أن يخرج. وإن لم يروه فيكون اليوم الذي بعده هو يوم الثلاثين من رمضان، وتكون تلك الليلة التي حدثت فيها الرؤية هي ليلة الثلاثين من رمضان، فينتظر في المسجد إلى فجر يوم الثلاثين، ويمكنه أن يخرج حينئذ، لأن الاعتكاف بالليالي، والأفضل أن ينتظر إلى فجر يوم العيد على كل الأحوال. هذه السنة المؤكدة في الاعتكاف، اعتكاف العشر الأواخر كاملة. ما هي الأعذار التي يمكن أن يخرج بها المعتكف؟ ما لا بد له منه، يحضر طعاما أو شرابا، إن لم يكن هناك من لا يحضر له، يقضي حاجته. والخروج من المسجد إلى دورة المياه الملحقة بالمسجد هي خروج للحاج، يخرج على قدر الحاجة ثم يعود فقط. هذا هو الذي يخرج به المعتكف الذي يريد أن يعتكف العشر الأواخر. عنده عمل واستطاع أن يأخذ إجازة، وكل عمل يكون للعامل رصيد من الإجازات. من ادخر رصيد إجازاته لأفضل هذه الأيام فاعتكف هذه الأيام وهذه الليالي كاملة، فقد أصاب السنة كاملة. فإن لم يكن وأراد أن يصيب بعضها ماذا يفعل؟ إن كان يتيسر له ليلة أو ليلتان أو أوقات متقطعة. نعم، ذكرنا أن الاعتكاف مشروع بصفة عامة، وهو حبس النفس في المسجد بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. يأتي المسجد فينوي الاعتكاف عند الدخول، ويمكث المقدار الذي تسمح ظروفه به، فإذا خرج قطع نية الاعتكاف، صار الآن ليس معتكفا، ثم إذا عاد نوى الاعتكاف، ويكون قد اعتكف ما تيسر له من العشر الأواخر. وإن كانت الذي يستطيع أن يفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل مع غروب شمس يوم العشرين في بداية ليلة الواحد والعشرين، ولا يخرج إلا برؤية الهلال أو بطلوع فجر يوم الثلاثين، أو ربما بطلوع فجر العيد، هذا ربما يكون أفضل. وبصفة عامة، الاعتكاف معنى خاص من معاني الاجتهاد في العشر الأواخر. من لم يحصله فلا أقل من أن يحصل المعنى العام من الاجتهاد في العشر الأواخر بغرض التماس ليلة القدر، فيكثر في هذه العشر من القيام، من قراءة القرآن، من الدعاء، ومن أبلغ الدعاء الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فمن فقهها أنها علمت أن تلك الليلة ليلة فاضلة، أتحتاج دعاء جامع على عكس ما يفعل كثير من الناس. الليلة تمر دقائقها وثوانيها، والإنسان يأخذ يدعو بتفاصيل، والأولى أن يكرر الدعاء المجمل الذي فيه معاني جامعة من خيري الدنيا والآخرة. فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء تخص به ليلة القدر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن أصبت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟
فقال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهو من أجمع الأدعية، فإن الله عز فيه ثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأنه عز وجل يحب العفو، فيه طلب العفو من الله تبارك وتعالى. ومتى عفى الله عن العبد في دينه ودنياه فقد حاذ كل الخير في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية أخرى، أن كثيرا من أدعيته صلى الله عليه وسلم كانت تدور حول سؤال الله العفو والعافية، ثم خص تلك الليلة بهذا الدعاء أيضا. فهذا مما ينبغي أن تلهج الألسنة به في طوال هذه العشر التي يلتمس فيها ليلة القدر بالأدعية الجامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ولتكن على ثقة ويقين أن هذه الأدعية الجامعة أنفع لك مما يمكن أن تقوله أنت من دعاء، مع أن هذا جائز، وأنفع لك من أن تعدد مطالب أنت تتمناها في دنياك. لا بأس، كل يتمنى أن ينعم الله عز وجل عليه من نعم، ولكن لو تدبرت وتأملت في جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ستجد أن فيها كل ما تريد أن تطلبه مع حسن تفويض لله عز وجل، من أنك لا تذكر شيئا بعينه وأنت تظن أن فيه خيرك، ولكن لا تدري، لعلك لا تدري تلك الوظيفة التي تريدها هل هي بالفعل أنت تظنها خير وتسعى لها. نعم اسعى، ولكن عندما تعينها في دعائك فلعل الأجود والأولى أن تفوض الأمر لله، وأن تسأله: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن كان ولا بد من أن تسأله شيئا بعينه فليكن على هيئة دعاء الاستخارة، ففيه حسن الأدب مع الله وحسن التفويض له سبحانه وتعالى، من أنه عز وجل يعلم ونحن لا نعلم، ويقدر ونحن لا نقدر، وهو عز وجل علام الغيوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا قيام ليلة القدر، نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه عفو يحب العفو، أن يعفو عنا. قل قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، جاء شهر رمضان وتذاكر المسلمون في مساجدهم وعلى منابرهم وفي نذر يسير من وسائل إعلامهم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترغيب في هذا الشهر واستقباله، وكيف أن الله عز وجل يرسل مناديا أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، نداء خاص من الله تبارك وتعالى ترغيبا وترهيبا، يخاطب أهل الإيمان وأهل الإسلام أن يدركوا لهذا الشهر حرمته، وأن يعرفوا خطره، وأن يعرفوا فضله وشرفه، وأن ينموا نوازع الخير فيهم، وأن يكبتوا نوازع الشر فيهم، لا سيما والشياطين مصفضة أو مرضة الشياطين لا يصلون إلى ما يصلون إليه في غير رمضان. ولكن في كثير من الأحيان نجد أن هذا النداء لم يجد آذانا صاغية، لعله من الملاحظ في هذا العام على وجه الخصوص أن تلك الاستجابة لهذا النداء ليست على القدر المطلوب، بل هي ليست على القدر المعتاد، وإلا فنحن منذ أزمنة بعيدة والاستجابة ليست على القدر المطلوب، ولكنها على قدر ما ينبغي أن يزيد ولا ينقص. فإن من أشد أنواع الخسارة أن يكون الإنسان في نقص في دينه كفرد أو في جماعة. ولذا كان من أشد ما آلم الصديق رضي الله عنه أن يحدث نقص في الدين في ولايته، فقال: أينقص الدين وأنا حي؟
لم يكن النقص منه رضي الله عنه، وإنما كان من غيره، ومع هذا كان يحترق من هذا. كيف ينقص الدين؟ كيف والدين من حيث هو دين لا ينقص، وإنما ينقص التزام الناس به، ينقص مقدار عمل الناس به إلى غير ذلك. ونحن نعيش أحوالنا في ضعف في ديننا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجبر كسرنا وأن يقوي ضعفنا. ثم كان يأتي رمضان فيحدث درجة، نقول درجة مقبولة من درجات النشاط والقوة والإقبال، كان ينبغي أن تكون في كل عام أزيد من الذي قبله حتى نزداد قربا من الله تبارك وتعالى، ولكن الذي يحدث هو العكس، ينقص التزامنا على المدار العام وينقص اهتمامنا بشهر رمضان. نعم، هناك صفدت مرضة الشياطين، سلسلة الشياطين، ولكن تركوا لنا من يسلسلنا نحن، من يسلسل المشاهدين أمام مباريات الكرة. لم يعد الأمر قاصرا على الدوري المحلي، بل الشباب يطالعون ويتابعون عدة دوريات في أوروبا وفي غيرها، ودورات وكؤوس وغير هذا. كانت الدراما التي كنا نشتكي منها في رمضان، كانوا يقولون أو كانوا قديما يقولون مسلسلات تناسب الشهر، مسلسلات دينية تاريخية تعالج قضايا اجتماعية، فيسهل على الناس أن يتركوها لصلاة القيام. الآن تفنن المتفننون في أن تكون مسلسلات شهر رمضان هي في القمة تأليفا وإخراجا وإثارة ودعاية قبلها بأشهر، وإعلان عن ميزانيات بالبلايين، فالجميع متشوق، ثم يجلس فلا يكاد يستطيع أن يقوم من مقعده. هذا هو حالنا مع هذا الشهر. جيش الكل جيوشه وأعدوا عدتهم، كثير من هؤلاء لا يهمه إلا الأموال التي يكتسبها، وإلا الشهرة التي يحوزها، وإلا اقتطاع أكبر نصيب من كعكة الإعلانات. الجميع يريد منك أموالك، ويريد منك وقتك، يريد أن يستنزفك. والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى ما يحيينا، إلى حياة قلوبنا، إلى سعادتنا في الدنيا والآخرة، إلى استنارتنا بنور الوحي. وهذا هو الموسم الذي نتزود فيه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تركنا موسم التزود ليكون ذلك الموسم بدلا من أن هو موسم لغسيل الذنوب، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، هذا موسم الغسيل، نغسل قلوبنا مما ران عليها طوال العام. صار عند كثير منا هو موسم إضافة مزيد من الران ومزيد من الشوائب على القلوب ومزيد من الغبش عليها. نادى المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فلم يقبل الكثيرون. الآن وقد جاءت العشر وجاءت ليلة القدر، هل سنظل على هذه الحال؟ هل سيظل ذلك الإقبال الضعيف كما وكيفا؟ فلا يأتي إلا النذر اليسير، ثم إذا أتى الآتي منهم، إذا أتى الآتي منا، فهو متعجل متشوف لمغادرة المسجد، أم أننا سنصلح في هذه العشر ما أفسدناه في العشرين اللذين قبلها؟ هذا موطن ابتلاء، وموطن عزيمة، وموطن يظهر فيه معادن الرجال، ويحاسب كل إنسان نفسه.
على الفرص الضائعة التي يضيعها بنفسه، فإن وجد في نفسه همة ونشاطا فليأتي إلى المسجد، ولكن لا يأتي وحده، فليحرص على أن يصطحب معه أهله، أن يصطحب معه إخوانه، أن يصطحب معه جيرانه، وهو بهذا إن فعل هذا استفاد من جهتين: الجهة الأولى أن الدال على خير كفاعله، والجهة الثانية أنه يأمن على نفسه من أن يقعده هؤلاء معهم، من أن يأتوا إليه في صباح اليوم التالي فيذكرون له تلك الأهداف الرائعة التي فاتته في مباراة الأمس، أو ذلك المشهد البديع الذي فاته في مسلسل الأمس، فإذا ذكروا له ذلك أعانوا الشيطان عليه وأعانوا نفسه عليه، فليبادر هو في من كل من يجد في نفسه نشاطا وحماسا فلا يذهبن إلى المسجد وحده، فليسعى إلى أن يأخذ معه هؤلاء ينوبه من ثوابهم ويعود عليه من ثواب أعمالهم، ومن جهة أخرى يؤمن نفسه من أن يكون موطنا لدعوتهم، أن يقعدوه معهم وأن يسلسلوه معهم على كراسيهم أمام مسلسلاتهم التي سلسلوا بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن لنا حق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والبطل بطلا وارزقنا اجتنابه، واجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعل اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر من أعدائك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.